ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. وصلنا معاكم مشاهدينا كرام للفقرة الطبية، وحبينا النهاردة نرد على كل أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي طبعا بتجيلنا بخصوص آلام المفاصل والعظام. طبعا مع ضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة، دكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة باكس فارما. أهلا بيك يا دكتور. أهلا شيف عظيم، منورنا بجد. أنا على فكرة بستنى من 3-3 عشان أطلع مع حضرتك. يا رب سعيدك، ده شرف لينا يا دكتور. على فكرة والله. أنا بشبع من ريحة الأكل. ربنا يعني أنا ريحة الأكل بتخليني أشبع. الله يخليك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا رب. وبنشكر حضرتك طبعا على تعاونك معنا كبرنامج مهارات عظيمة عموما يعني. وطبعا النهاردة إحنا جايين أسئلة، والأسئلة دي مهمة، في ناس كتير من مشاهدينا الكرام عايزين يسألوا عليها بخصوص طبعا ألم المفاصل والعظم وكده. لكن قبل ما نبدأ بقى في الأسئلة بتاعتنا، حضرتك ادينا برضو فكرة عن الكورس بتاعنا اللي بيتكلم عن ألم المفاصل والعظم، وبعدين نستوفي الأسئلة مع بعض. خليني قبل ما ابتدي في الحلقة النهاردة هقول لك خبر خطر ليكي، الأخبار اللي جالي من المغرب ان الكابتن خطيب صحته تمام التمام، الحمد لله يا رب دايما التانية. كل مصر دعت له الحمد لله والله. والله لسه جالي الأخبار الحمد دلوقتي لله. من المغرب، ربنا يديله الصحة وطول العمر. الحاجة التانية حضرتك وانا قاعد بتفرج على الحلقه بتاعتك بره، هتلاقي على الستريبت كده في شريط كده بيطلع، والاهلي بكره عنده ماتش مهم جدا. مظبوط. هتلاقي ان النظام الغذائي محطوط للعيبه من اول ما وصلوا المغرب. المغرب مظبوط، عشان ده يوضح اهميه المطبخ في قناه الاهلي. صحيح، لان النظام الغذائي ده هو الاساس اللي احنا بنبني عليه. مظبوط. وبان احنا النهارده بنتكلم على كورس يخص العظام، جايين نتكلم على مكملات غذائيه. مكملات غذائيه يعني ايه؟ يعني أنا بكمل لك الأكل بتاعك علشان أحافظ لك على صحة العظم بتاعك وصحة الأربطة والغضاريف والمفاصل. كويس جدا. تمام؟ وزي ما اتفقنا إن إحنا لما نيجي نبني عمارة لازم الأساس بتاعنا يبقى كويس. صحيح. الأساس بتاعنا في كورس العظم بتاعنا أول حاجة فيه اللي هو فيتامين دال. ممتاز. لأن فيتامين دال ده هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. هايل. تمام؟ يبقى أنا لو عندي مشكلة في فيتامين دال، واعتقد ان 90% من الشعب المصري عندهم مشكله في نقص فيتامين د، يبقى بالتبعيه هيبقى عندهم مشكله في العظم. تمام. يبقى لازم الاول احلل لك مشكله فيتامين د عن طريق اول مكمل غذائي عندنا اللي هو الفيدا بيكس. اوكي. والتركيز بتاع الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه. ممتاز. ودي احتياجات الجسم في اليوم. كويس جدا. تمام. يبقى انا النهارده حطيت لك الاساس اللي انت ايه تبني عليه، ترتكز عليه اللي هو ترتكز عليه اللي ده هو علشان في ناس دال. بيبقى عندهم نقص في فيتامين د، وده لو ناقص مش هيمتص الكالسيوم بشكل كويس. تمام. يا دكتور بص، دايما وانا بتكلم في المكملات الغذائيه دايما بتكلم على الوقايه خير من العلاج. صح. انا مزبوط. دايما مش عايز يبقى عندي اوصل لمشكله ان انا يبقى عندي اعراض نقص فيتامين د. صحيح. مظبوط. ولما جت الرئاسه هنا او الدوله من حوالي 5 سنين عملت اويرنس وعملت توعيه على طبعًا. مشكله فيتامين د، وابتدت تعمل التحاليل، اكتشفوا من 90-95% من الشعب المصري عندهم نقص فيتامين د. مظبوط. طبيعه الاكل، طبيعه عدم التعرض للشمس، طبيعه حياتنا. صحيح. فكل ده ادى لنقص فيتامين د. هي المشكله بقى كمان مش نقص فيتامين د، المشكله الامراض اللي مرتبطه بنقص فيتامين د ويجي على راسها شاشه العظام. ليه؟ لان احنا اتفقنا فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. كويس. يبقى انا اول حاجه حليتها لك ايه هي؟ فيتامين د. فيتامين د. سواء كان عندك الاعراض بتاعت نقص فيتامين د او ما عندكش الاعراض. كويس. تمام؟ تمام. وبناخد قرص بعد الفطار. كويس قوي. ده الاساس. طيب. كويس. احنا قلنا ايه؟ قلنا العظم هو عباره عن كالسيوم وفوسفور، الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظم، والفوسفور هو المسؤول عن قوه العظم. تمام. وفيتامين د هو المسؤول عن امتصاص الكالسيوم. صحيح. تمام. يبقى انا الاول دلوقتي حليت لك مشكله نقص فيتامين د، احل لك بقى مشكله الكالسيوم. عن طريق المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو السيت زيت باكس. كويس. وتركيز الكالسيوم فيه 1350 ومحطوط في صوره كالسيوم سيتريت علشان زي ما موجود على الشاشه كده. أيوه. لان الكالسيوم لو موجود في صوره الكالسيوم كربونات بيأثر وبيتأثر في المعدة، بيأثر في بيعمل المعدة، بيعمل آلام شوية كده. أيوة. ساعات. وكمان بيتأثر امتصاصه بالعصارة الحمضية اللي موجودة في المعدة. في المعدة. يبقى حليت هذه المشكلة إن أنا حطيتهولك في صورة الكالسيوم سيتريت عشان أتغلب على هذه المشكلة. وزي ما قلنا قبل كده حتى في أمريكان والأوروبيان هتلاقي الكالسيوم اللي موجود في السوق هناك موجود في صورة الكالسيوم سيتريت، وبعد سن 40 بيتاخد كبروتوكول. يبقى أساسي عشان كل ما بنكبر الدنيا تمام. بيتاخد قرص كالسيوم والتركيز الكالسيوم فيه في صوره الكالسيوم ساتريت 1350. حضرتك قلت نقطه مهمه دلوقتي، كل ما بنكبر الكالسيوم بيقل. طبعا. هو الكالسيوم اصلا مشكلته هو مش مرض بيظهر فجاه، هو تراكميه. صحيح.
واحنا من صغرنا ما بناخدش الجرعات الكافيه عن طريق الاكل عشان نقوي العظم بتاعنا. صح. المصدر الاساسي للكالسيوم هو الالبان ومنتجاتها، خصوصا ان في ناس يا دكتور عندهم حساسيه البان اصلا، مثلا فاطفال ما بتتاسسش صح، وحتى اللي ما عندهمش حساسيه هل هو بياخد الجرعات؟ لان هو المفروض تاخد احتياجاتك في اليوم 1200 ملي جرام من الكالسيوم، يعني 3 كوبايات لبن. ايوه. او بنسهلها نقول 3 وحدات من الالبان ومنتجاتها، زبادي، لبن، زبادي، قريش، مش عارف ايه ده ما بيحصلش. ايوه صح. فنيجي عند سن ال 40 او 45 بالنسبه للسيدات تلاقي بتعاني من مشاكل العظام. ايوه مظبوط. اتفقنا، قلنا المكمل الغذائي حاجه وقائيه وليست حاجه علاجيه في المقام الاول. صحيح. هو علاجي برضه. يبقى انا النهارده حليت لك مشكله فيتامين د وحليت مشكله الكالسيوم. طيب حضرتك اثرتي في المقدمه بتاعتك هي الام المفاصل. ايوه. ولازم نعرف المفصل بسرعه كده. المفصل اتفقنا التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف، ده بيسموه مفصل. تمام. يعني مثلا مفصل ركبه مثلا هو التقاء العظمه بتاعه الساق مع عظمه الفخذ. ايوه مظبوط. ده هو بيسموه مفصل الركبه. عظمه الساق مع عظمه الفخذ. مظبوط. بيربطوا ببعض عن طريق اربطه بينهم غضاريف. وبين الغضاريف في سائل. اللي هو السائل اللي هو بيسموه الكولاجين او الهيرونيك اسيد، ده اللي هو بيمنع احتكاك الغضاريف ببعض. على فكره الوظيفه الاساسيه للغضاريف بتعمل كوساده، بتمنع احتكاك العظم ببعضه. تمام. لما يبقى عندي مشكله في الاربطه والغضاريف هنخش في خشونه ركبه، وبعد كده نخش في تغيير مفصل. لان السائل ده بيقل بقى، ما بيبقاش موجود. هو ده اللي بعض الناس بتروح تتجه للحقن احيانا. واول عرض من اعراض السائل ده لما يقل هو صوت الطقطقه في الركبه. واعتقد احنا موجود عندنا ده، هو هنا بيوريك ازاي هنوصل لخشونه ركبه. ودي المرحله الاولى في تغيير المفصل. ده ادي المفصل اهو، وزي ما اتفقنا المفصل ده عباره عن اربطه بتربط العظم ببعضه. ودي الغضاريف، يبتدي السائل يقل، تبتدي الغضاريف تتاكل. لما الغضاريف تتاكل ايه اللي يحصل؟ يبتدي العظم يحك بعضه ويعمل خشونه الركبه. ودي على فكره الامها مبرحه جدا. صح. عشان كده بنقول اول عرض صوت الطقطقه. صوت الطقطقه انديكيتور ليه او ماركر ايه؟ ان السائل ابتدى يقل. بص حضرتك في الاخر بنوصل لهذه المرحله. وبعد كده بتبقى مرحله تغيير المفصل. يا ساتر. عشان كده دخلنا بالمكمل الغذائي الثالث بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. ده خاص بالاربطه والمفاصل. تمام. الجوينت بيكس عباره عن 5 حاجات، وبيعمل 5 حاجات. كويس. عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون. والكلوكوزامين والكوندروتون دول مسؤولين عن بناء الاربطه والغضاريف. على فكره الكلوكوزامين والكوندروتون دول المفروض مواد الجسم اوريدي بينتجهم. بس مع مرور الزمن او الحركات الرياضيه الخاطئه او المشي الخطا او العادات الغذائيه الخاطئة اللي بيحصل ان الجسم بينتج بس بينتجش بالكميه الكافيه عشان يبني بناء الاربطه والغضاريف. على فكره احتياج الجسم مثلا من كلوكوزامين 1500 ملي جرام في اليوم. وده ما بيحصلش. عشان كده انا لما نزلت بالجوينت بيكس حطيت تركيز الكلوكوزامين فيه 500 ملي جرام. تمام؟ فهمت. والحاجه الثانيه الكلوكوزامين مع الكوندروتون هم اللي بيجددوا الاربطه والغضاريف. بس الجوينت بيكس ما اكتفاش بكده وبس، حط لك الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده اللي هو السائل اللي بيمنع احتكاك العظم ببعض او الغضاريف ببعضها. لما السائل ده بيقل الغضاريف بتتاكل، انا بقول لك لا، انا حطولك بتركيز 50 ملي جرام في الجوينت بيكس عشان يمنع احتكاك وتاكل الغضاريف ببعض. عشان كده الحاجه الثانيه اللي بيعملها الجوينت بيكس اللي هو صوره الحركه. لان السائل ده لما بيقل بيبقى عندك مشكله في الحركه. صح. تمام. نيجي بقى، هل الجوينت بيكس اكتفى بذلك؟ قال لك لا، في بعض الحالات اللي بيبقى فيها مشكله في المفصل بيبقى فيه تورم في منطقه المفصل. عشان كده دخلت لك بالبرومالين اللي هو مستخلص الاناناس، ده بيستخدم مكمل غذائي كمضاد للتورم. كويس جدا. الاناناس كلنا عارفينه. حتى في الـ على السكريبت او البرومو بتاع الحلقه بتاعت حضرتك بيبقى فيه موجود الثمره بتاعت الاناناس. تمام. اخر حاجه في مكونات الجوينت بيكس اللي هو مستخرج الزنجبيل او الزنجا او الجنزبيل او الجنجر، ده بيعمل ايه حضرتك؟ ده اولا مسكن الالام، ثانيا بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. كويس. يبقى الخمس حاجات اللي بيعملهم الجوينت بيكس: سهوله الحركه، تجديد الاربطه والغضاريف، مضاد للتورم، مسكن الالام، الحاجه الاخيره ان هو بيبني عظم قويه. كويس. يبقى الجوينت بيكس هنا حللي مشكله كبيره جدا، هي مشكله المفاصل. وعلى فكره مشكله المفاصل اصبحت دلوقتي حتى بتيجي للناس الصغيرين في السن. ايوه، مش مرتبطه بالعمر. بتيجي العادات اللي بيقعد قدام الموبايل كتير فتره طويله، يقول لك كتفي بيوجعني، او اللي يحط رجله على فترات طويله. كل ده بيعمل ايه؟ بيؤثر في كفاءه المفصل. صحيح. ودي تبقى البدايه.
الجوينت ميكس بما ان احنا قلنا ان تركيز الجلوكوزامين فيه 500 مللي جرام والجسم محتاج 1500، فانا لو باخده وقائي يبقى باخد قرص واحد في اليوم، انما لو باخده علاجي، علاجي يعني ايه؟ يعني انا عندي الاعراض باخد قرصين في اليوم بعد العشاء، لو هو علاجي، لو وقائي قرص واحد بعد العشاء. كويس، انا كده خدت من اسئله المشاهدين شويه، بس كنا لازم نتكلم شويه. اكيد، على فكره الحلقه دي انا بستناها لان الحلقه دي حاله الساده المشاهدين. ايوه فعلا، احنا معانا اسئله كتير جدا. احنا تفتكر احنا المره اللي فاتت اتفقنا ان هيجيلك اسئله كتير قوي، عايزين كنا نتكلم في اي اسئله. طيب احنا معانا اول سؤال بيقول يا دكتور، من ام زياد بتقول انا على طول بتحس ان عظمها بيوجعها حتى لو ما عملتش مجهود كبير، مع احساس بتعب وخمول، يا ترى ايه السبب؟ حلو قوي. الاساس اللي احنا بنان عليه هو ايه؟ فيتامين د. ايوه، لان من ضمن الاعراض بتاعه فيتامين د هو الشعور بالخمول والالم في العظم. تمام. يبقى انا هنا بديها فيتامين د عندها، لان هي كده اعراض نقص فيتامين د، وكمان هي عندها مشكله الفيتامين د زي ما موجود على الشاشه اللي هو موجود عندنا في الفيدا بيكس، وكمان مشكله في العظم، يبقى هي محتاجه تاخد كالسيوم في صوره الكالسيوم سيتريت، وتاخد الجينت بيكس كحاجه وقائيه من الام المفاصل والاربطه. طيب معانا تاني سؤال، احمد بيسال انا بحس بالم في الركبه وانا طالع السلم، واحيانا بيكون في صوت طرقع. ما احنا اتفقنا صوت طرقع دي يبقى بدايه ايه؟ خلي بالك ان انت الهيروريك اسيد ده بدا يقل، ابتدى يقل، وطلوع السلم من ضمن الحاجات بس اللي مش قايل عمره قد ايه. بس على فكره انا عايز بقى حاجه بعد كده ان شاء الله تعالى، اي حد يتواصل معاك لازم السن مهم جدا. مهم طبعا. تمام؟ حاضر. احمد النهارده هو من الواضح ان هو من سؤاله ان هو يعني مش كبير في السن قوي، خلينا نقول ان هو بيطلع السلم، فطلوع السلم ده اللي بيحصل بيزود من احتكاك بقى العظم، لان السائل بيقل. تمام، يبقى هنا ده هو هنا بقى اصبح هياخد الجوينت ميكس كحاجه علاجيه وليست وقائيه. اوكي تمام، لان احنا قلنا صوت الطقطقه دي اول من ضمن المؤشرات الاوليه للخشونه، لخشونه الركبه. وهنا هياخد قرصين على فكره بعد العشاء. بعد العشاء ماشي. سؤال يا دكتور هنا بيقول انه بدا يحس بدا يحس بالم في ركبه وظهره وهو سايق، ومستمر وقت معاه بعدها، يعني بعد ما بيخلص السواقه وبينزل من عربيته وكده بيحس برضه لسه ستيل ان الالم لسه موجود. تمام، من ضمن اسباب خشونه الركبه او خشونه المفاصل عموما او اعراض المفاصل المشكله ان احنا بنقعد فترات طويله بدون حركه. هو بالراحه كده بصوره مبسطه، لما اقعد فتره طويله بدون حركه كميه الدم اللي بتدفق للمفصل بتقل، فده بيعجل من الام المفصل. عشان كده هو قاعد بيسوق فترات طويله، كده يقول لك ايه، انا عندي رقبتي وجعاني او كتفي وجعاني او ركبه بتوجعه. كل دي لان هو بيقعد فترات طويله، فالدوره الدمويه اللي بتوصل للمفصل قليله، فبالتالي هنا اصبح هو الزام عليه انه ياخد الجوينت بيكس كحاجه علاجيه، لان هو بقى عنده الاعراض خلاص. وطبعا فيتامين د، لان هو لو عمل تحليل فيتامين د هيلاقيه قليل، والكالسيوم، لان احنا ما بناخدش جرعات الكالسيوم الكافيه من صغرنا. طيب ام احمد بتشتكي انها لما بتقف في المطبخ ومع غسيل المواعين بعدها رقبتها بيكون فيها الم شديد وممكن يسمع في اكتافها. السؤال ده حلو جدا. عشان كده دايما احنا عموما بننصح كل الناس ان هو ما يستمرش في وضع واحد اكتر من ربع ساعه. يعني الولاد اللي بيقعدوا على الموبايل اصلا كده ده خطأ جدا واللي بيذاكر كده، وعشان كده هتلاقي افرضوا ظهركم عشان كده هتلاقي ان مشكله المفاصل اصبحت ملحقش بتبتدي حتى في الناس الصغيرين. وعشان كده الجوينت بيكس بنقول ان هو مجرد ما تقدر تبلع تاخد قرص واحد في اليوم. كويس. تمام، فام احمد هي عندها نفس القصه، هي يعني بتقعد فتره طويله بتشتغل على المواعين، فهي رقبتها في وضع ثابت على فكره ايا كان الوضع. فاهم حضرتك، ايا كان الوضع لازم ولازم تتعامل تتغير يتغير الوضع. فهنا برضو اصبح الزام ليها ان هي هتاخد الجوينت بيكس هنا كحاجه علاجيه. وعايز اقول بس حاجه، خلينا نتكلم من فيتامين د، احنا هنا بناخده كبروفلاكسس، يعني بروفلاكسس يعني حاجه وقائيه، ففيتامين د ده هو الاساس عندي. تمام، هاخده. جوينت بيكس انا بنصح بيه خده وقائي عشان ما تخشش بقى في الام الكتف والام المفاصل وعندي كتفي بتوجعني، كل دي خلي بالك مؤشرات لان عندك مشكله في المفاصل او هتبدا يبقى في مشكله. نخلي بالنا، ما الكتف ده مفصل برضه طبعا. تمام. طيب معانا بنوته بتقول ايه، انا حامل لسه اول بيبي وبحس بالم في كل مفاصل وعظام جسمي. تمام. ما كنتش بحس بيه قبل كده، ايه السبب؟ هو في سببين. السبب الاولاني ان هي من الصغر ما بتاخدش كميه الكالسيوم الكافيه. لما بقت حامل
في ظهر ايوه اللي هو بعد الشهر الثالث المصدر الاساسي للكالسيوم للجنين هي هو الام. هي طبعا عشان تيجي يقول لك ايه اسناني بتوجعني العظم بتاعي وهي اوريدي عندها نقص في الكالسيوم. يا حرام. وكده كده الطفل هياخد تغذيته ملوش دعوه. هياخد كفايته. فايه اللي بيحصل؟ فهي تبتدي يعني تشتكي من الالام دي. ولكن زي ما اتفقنا قلنا قبل كده في الفيرست تريماستر اللي هو مرحله الثلاث شهور الاولانيين لا يستنصح ان تاخد اي حاجه خالص. طبعا تاخد حاجات طبيعيه. يكتبوا الفوليك يعني اسيد بس يا دكتور. طبعا وطبعا تحت اشراف طبيب. ايوه عايز تاخد كالسيوم على فكره زيت السمسم، معلقه زيت السمسم فيها كالسيوم. انا دايما بقول كده السمسم ده مخزن كالسيوم. طبعا يعني ممكن تاخد زيت الكالسيوم. الطحينه اللي معموله من السمسم الخام لو في بيتك انت اعمليها طبعًا. رائعه. ده لان هو على فكره الكالسيوم بيعادل معلقه زيت السمسم بتعادل كوبايتين ونص من اللبن. ما شاء الله. في السكند تريماستر بعد رجوع للطبيب في الغالب الطبيب هيكتب لها الكالسيوم، في الغالب هتاخد الكالسيوم سيتريت. طيب تمام. طيب اسراء بتسال انها بتشتكي من الام شديده اسفل الظهر ومش عارفه ايه السبب. هي مش برضو محدده برضو يعني لا سن ولا هو السن مهم جدا ولا الاسباب بتجيلها امتى ولا كده. طبيعه الشغل يعني بما ان احنا في القناه هنا طبيعه الشغل بتاعتهم يعني بيفضلوا واقفين فترات طويله او قاعدين في حاجه واحده فترات طويله. هتلاقي معظمهم بيشتكوا من الام اسفل الظهر او الام العظم عموما مع التكييف العالي، فهو بقى اصبحت كل العوامل دي بتؤدي لالام العظم. فاحنا بس الست مين حضرتك اسراء لازم نعرف البروفايل بتاعها، يعني سنها قد ايه، هل متزوجه ولا مش متجوزه، هل خلي بالك هل هي ولدت قبل كده ولا لا. كل ده له تاثيرات. كل ده طبعا تاثير في كميه الكالسيوم وخلي بالك برده من ضمن الاسباب المفاصل هو السمنه المفرطه. عشان كده برده خلينا نتفق على حاجه يا شيف عظيمه، بعد كده هنحط اسئله لحضرتك اي حد هيبعت لك في لازم اربع خمس اسئله يجاوب عليهم. قوي قوي وانا بعت الوزن على طول. لان من ضمن الاسباب الاساسيه هو الوزن اللي على الركبه مثلا، ده الوزن عموما بيأثر في المفاصل كلها بتاعت الجسم. ايوه صح. فممكن هي تبقى مثلا عندها اوفر ويت، اوفر ويت يعني وزنها زياده. فبالتاكيد ده هيأثر في الام العظم. وطبعا هي هو يستحسن تروح للدكتور عشان يعمل لها الاشعه ودكتور عظم متخصص تطمئن. تمام يا دكتور. انا كل شغلي على الكمبيوتر فترات طويله، واول ما بخلص واقوم بحس بالم شديد اسفل الظهر وفي الرقبه. طبيعي. هو زي ما اتفقنا لازم تقوم بريك على الاقل خمس دقائق. ربع ساعه. بص ربع ساعه لازم تقوم، ثلاث اربع دقائق لازم تتحرك من مكانها. كل ربع ساعه؟ خلي بالك حضرتك برضو ما لا هو خلي بالك اصل هي كانت بتعمل تمارين، اصل اكتر من كده كميه الدم اللي بتتدفق وبيحصل على فكره كمان بيحصل عندها تيبس في العضلات. هي المشكله بيحصل تيبس في العضلات اللي في منطقه الرقبه مثلا او في منطقه الاكتاف، عشان كده تلاقي اكتر ناس بتقعد على الكمبيوتر فترات طويله او السواقه هيبقى عنده مشكله في الام الرقبه والكتاف. طب دكتور دي قايله اسمها وسنها. تمام. قالت ام احمد بتسال انا عندي 45 سنه وما كنتش قبل كده ما كانش قبل كده عندي مشاكل في العظم ولا المفاصل، لكن دلوقتي بحس بوجع جامد ومش عارفه ايه السبب. بص حضرتك هو مع الاسف الشديد طبعا عشان تعرفوا ان الجنه تحت اقدام الامهات والستات دول بصراحه يتعمل لهم كلهم تماثيل. الستات بتبقى عرضه لهشاشه العظام اكتر ثلاث اضعاف الرجاله خاصه بعد سن ال 45 بعد انقطاع الدوره الشهريه. لان هنا بتعاني من هشاشه العظام وهي مش متاسسه كويس، فالغالب هنا الست ام احمد هي عندها اعراض هشاشه العظام، يبقى لازم تاخد سيتيزيت بيكس، وهي اوريدي عندها مشكله في فيتامين دي فلازم تاخد الفيتا بيكس، وبالتبعيه هيبقى عندها مشكله في المفصل فتاخد هنا الجوينت بيكس. كل ده هنا علاجي مش وقائي. كويس. احنا مع الكورس ده فيه الالب مالتي فيت يا دكتور؟ حلو ده سؤال كويس جدا. ممكن بقى نعرض الكورس بعد اذنكم مره. ايوه تسلم ايديكم. بص حضرتك اللي يجي على راسهم طبعا على اليمين الالب مالتي فيت انا بحبه عشان فيه كل مجموعه فيتامين بي وكالسيوم وفيتامين سي بنسبه كبيره يعني بحترمه قوي. على فكره بس نسيت اقول حاجه. كل الناس اللي بعتت الاسئله بتاعت حضرتك دي لازم تكتب لها برده الالب مالتي فيت. ليه؟ الالب مالتي فيت في زي ما حضرتك قلت فيه مجموعه فيتامين بي ومجموعه فيتامين دي، دي حاجه خاصه بالاعضاء بالعظام وبتزود موضوع الحرق وعمليه التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. فيها الفوليك اسيد لان معظم السيدات برضو بيبقى عندها مشكله في نقص الحديد. فيها الكالسيوم، اتفقنا الكالسيوم هو اللي مسؤول عن بناء العظم. وفيها الكبر، الكبر ده بيحسن مكافات الغده الدرقيه، وعلى فكره مشكله الغده الدرقيه اصبحت منتشره برضو من طبيعه الاكل وفيها عامل وراثي. فالقلب المالتي فيت ده
اذا كنا احنا بنتكلم على كورس عظام فالالم مونتيفيت ده كورس فيتامينات ومعادن. طيب ممكن حضرتك تقول لنا ناخد الكورس ازاي بالتوقيتات بتاعته سواء علاجي او وقائي؟ انا عايز بقى نرجع تاني للصوره بتاعت الكورس. نرجع بعد اذنكم صوره الكورس اذا تكرمتم. بص حضرتك الالم مونتيفيت والفيتامين د بناخد قرص بعد الفطار من الالم مونتيفيت وقرص بعد الفطار من الفيتا بيكس. اوكي طب الفيتامين د ضروري يتاخد مع دهون؟ يعني يتاخد في وسط اكله فيها نسبه دهون ولا لا مش شرط؟ لا مش شرط حضرتك، هو انت بتتكلم عشان هو زواج في الدهون. زواج في الدهون. لا لا بس مفيش مشكله خالص، ملوش مشكله. بص خلي بالك برضو من ضمن علمونا في شركات الدواء انك كل ما يبقى الموضوع سهل بالنسبه للعميل او للعميل الانسان اللي هياخده يبقى اسهل. تمام، عشان كده بنتكلم الالم مالتي فيتو فيتا بيكس تاخد بعد الفطار، السيد زيت بيكس بناخد قرص بعد الغداء، الجوينت بيكس بناخد قرص بعد العشاء لو هو وقاي، قرصين لو هو علاجي. والله يا دكتور انا يعني ايه مش عارفه اقول حاجه ايه، بس طبعا دي يعني انت سهلت علينا وعلى الساده المشاهدين. بس قبل ما اقفل عشان انت عايز تقفلي طبعا الموجود ارقام الارقام التليفونات على الشاشه. ايوه بيتصلوا بالارقام دوا فريق طبي متخصص لكل المحافظات، فريق طبي متخصص بيسالوا عشان يودي في الاخر كورس علاجي ولا كورس وقائي. كورس وقائي. والله يا دكتور انا بشكر حضرتك بجد على وجودك. شكرا حضرتك جاوبت على معظم الاسئله بجد اللي معانا، وانا اوعدك هعرف منك الاسئله اللي انتوا عايزينها عشان اعرف استفسر من اصدقائي اكتر، وان شاء الله يبقى عندنا كل أسئلة حضراتكم ابعتوها لنا ودايما إن شاء الله هنكون بنرد عليها. اسمحوا لي أشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهاردة دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما، نورتني وشرفتني. شكرا شيف عظيم، كنت سعيد جدا. بشكر كل مشاهدينا الكرام وكل متابعين شاشة قناة الأهلي، دعواتكم معانا ويا رب يفرح الأهلي والأهلاوية كلهم. اسمحوا لي قبل ما أختم تحية وحب تقدير لحضراتكم من هنا لحلقة جديدة، أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.